أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرسل فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في العرب اللندنية: بغداد تواجه ارتدادات غير متوقعة لقصف منشآت أرامكو. البصائر: تحذيرات من تلوث يهدد حياة آلاف المواطنين في البصرة. نطالع في المدى: فلاحو البصرة يقطعون طريق حقل مجنون للمطالبة بتعويضه. جاء في الهيئات: اغتيال مدني وإصابة والده بهجوم مسلح شمال بغداد. نقرأ في عربي 21: وسط تأهب أمني وعسكري، الاحتلال ينتخب الكنيست 22. القدس العربي: يمينيون متطرفون يعلقون لافتات مناهضة للإسلام على أحد المساجد بهولندا. وأخيرا جاء في العربي الجديد واشنطن بوست: البنتاغون أوصت برد مقيد على إيران إثر هجوم أرامكو. أهلا بكم. نقرأ في الزمان: تعد هجرة العقول نزفا خطيرا غير منظور للمجتمعات العربية، حيث المعادلة الصعبة والمتناقضة بين رؤية تحديث المجتمع العربي وهجرة العقول المتخصصة في أبرز الاختصاصات العلمية النادرة كالجراحات الدقيقة والطب النووي والعلاج بالإشعاع والهندسة الإلكترونية والميكرو إلكترونية والهندسة النووية وعلوم الليزر وعلوم الفضاء والهندسة الوراثية. عن هجرة العقول في العراق والعالم العربي كتب ياس خضير البياتي مقالا نشرته صحيفة المدى. عراقيا، مثلما تم اقتلاع جذور التقدم والتحضر من البيئة العراقية وتهديم مدن العراق وتحويلها إلى مدن كوارث ونكبات وأزمات ومزارع موت ومخدرات وفقر وجهل، فإنه تم اقتلاع العقل العراقي العلمي اقتلاعا جذريا، واستبدل بعقل الجهلة واللصوص وقطاع الطرق الذي لا ترى في وجوههم نور الله ونور الوطن، حتى كدنا نصدق ما يقال أن هذا الوطن صاحب الحضارات سيمحى من خارطة الأوطان. لهذا السبب أدار أعمدة الفكر والثقافة في العراق ظهورهم للدولة والمجتمع، إما عن طريق البحث عن فضائل العزلة أو عن طريق البحث عن فضائل الغربة. في ظل غياب الرموز الحضارية والفكرية عن عقل صانع القرار السياسي، أشعر بأسى حقيقي مثلما يشعر علماء البلد ومثقفوه. كيف تم صفي آلاف العلماء والكفاءات والخبرات بالقتل والاعتقال؟ وكيف استنزفت العقول العلمية بالترويع والتهجير القسري تحت بنود الطائفية وحرية التفكير والرأي والرأي الآخر، أو من خلال استبدال العقول الجاهلة بالعقول المبدعة باسم المحاصصة الحزبية وسرطان الطائفية والقبلية؟ مختصر القول: إن نسف الأدمغة العراقية ما زال مستمراً بطريقة مرعبة، خاصة بعد كوارث الوطن، حيث تهجير العلم وتوطين الجهل ليبقى الوطن في غرف الإنعاش بانتظار موت آلاف من العلماء والمبدعين وصناع الحرف والحياة. ببالغ الأسف، يقول الكاتب في الزمان: يا للكارثة، يا لكارثة الأوطان عندما يحكمها حاكم محكوم بالغيبيات والحقد والجهالة الدينية والقبلية، بينما ملايين من علماء البلد ومثقفيه ومبدعيه ينتشرون في بقاع الأرض يبحثون عن الملاذ الآمن، وعقولهم العراقية المبدعة مؤجرة لأوطان أخرى. جاء في كتابات: يتصاعد السجال بين الفاسدين أكثر من تصاعد الحرب على الفاسدين، حتى لنشك أن هناك صالحين يقودون الحملة على الفساد مع استمرار الحالة التي تعودناها في السنين الماضية والمتمثلة بالتصريحات والاستراتيجية المعلنة غير المطبقة على الأرض وعدم المحاسبة الجدية والإفلات من الملاحقة القانونية، بل ويمكن القول إن الفاسدين هم من يتحكمون في الأمور. مقال للكاتب هادي جلو مرعي نشره موقع كتابات. أن نحارب الفساد فهذا جيد، لكن ليس من المقبول أن نحاربه بالثرثرة والتصريحات المتقابلة ومع العجز في مواجهة المتنفذين والكبار الذين يملكون كل شيء لم يكونوا يملكون شيئا منه في السابق،
ولا يجدون من يجرؤ على محاسبتهم، خاصة إذا كان اللص هو من عين المحارب للفساد في منصبه، فإن النصر يبتعد. غالباً من يتنفذون اليوم كانوا حفاة عراة في خارج البلاد، وفجأة بدت علامات الثراء الفاحش على قطاعات واسعة من الشعب تقابلها قطاعات تكاد تموت جوعاً، مع مناصب ووظائف وزعت بطريقة عشوائية بنظام المحاصصة. لا يمكن تجاهل أن محاربة الفساد كذبة، فأغلب الذين يتولون مناصب مادية ومعنوية في البلاد لم يكونوا يملكون شيئا، وصاروا اليوم يملكون كل شيء وبيدهم كل شيء، يهبون لمن شاءوا ويمنعون عن مخالفيهم ويتركونهم نهبا للحرمان. أسهل طريقة لمحاربة الفساد هي الثرثرة، فلا توجد ضريبة عليها، ولا يضطر الثرثار أن يدفع شيئا أو أن يخاف من شيء، فالمصفقون كثر ويمكن خداعهم، خاصة مع اللامبالاة بالمبادئ، فمن تعطيه يسكت ويوالي ويناصر، ويمكن خداع الجمهور بسرعة، فهو غافل أو جاهل أو متواطئ أو عاجز. يقول الكاتب: العديد من محاربي الفساد أثرياء ولا نعلم من أين ثروته. يقول الكاتب: حاربوا محاربي الفساد لتنجحوا في محاربة الفساد. معلوم أيضا أن المسافة بين محافظة البصرة جنوب العراق وأبقيق السعودية لا تتجاوز 600 كيلومتر، ناهيك عن الإمكانات المتطورة في حوزة ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، وهي بمثابة أسلحة الدولة بعد أن تحول هذا الفصيل جيشا رسميا وله موازنة حكومية مليارية سنويا، ناهيك عن الأسلحة التي يتم توريدها إلى الحشد وفصائله من إيران. مقال الكاتب إياد الدليمي في صحيفة العرب الجديد حول قصف أرامكو السعودية. يبدو أن حروب القرن الجديد لن تكون مباشرة، فهي بالوكالة. فبينما تقف إيران داخل حدودها وتدعي ليل نهار أنها تريد حسن الجوار مع المنطقة العربية، فإن ميليشياتها في العراق ولبنان وسوريا واليمن تؤدي ما تريده من ضغط، وتخوض ما تريده من حروب ضد منافسيها وخصومها. وكذا الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وحتى إسرائيل، فقد دعمت الولايات المتحدة والسعودية ميليشيات كردية في سوريا، كانت الأراضي التي تسيطر عليها منطلقا للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مقرا للحشد الشعبي في العراق خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ارتكبت السعودية جملة أخطاء، فقد شجعت ومولت عملية غزو العراق للتخلص من صدام حسين ونظامه، وإذا كان لذلك ما يبرره حينها من وجهة نظر الرياض وعواصم عربية أخرى، فإنه ليس هناك من تبرير في تركها، وهي ودول عربية أخرى. العراق لقمة سائغة لإيران، معتمدين على وعود قدمتها الولايات المتحدة أنها ستمنع سقوطه تحت النفوذ الإيراني، وبجهل وعدم دراية وفي غياب أي مشروع سعودي للمنطقة وللعراق خصوصاً، راحت السعودية تتقرب لشخصيات محسوبة على إيران، معتقدة أن المال يمكن أن يشتري كل شيء. على السعودية أن تستجمع نفسها وتستعيد بعضا من قدرتها على المناورة، وهي التي تملك أوراقا كثيرة عليها، ولن تتوقف عن ارتكاب مزيد من الأخطاء، وتذهب مباشرة للحوثيين وتنهي الحرب في اليمن مقابل اشتراطات معينة. تنتهي المذابح والجرائم ضد الإنسانية نهاية جماعية وليست فردية، فالمحاكمات لا تنهي المذابح ما دام جذر المشكلة موجود، حيث تنتهي الجولة الأولى منها وتبقى الجولة الثانية مؤجلة ربما لعقود. جلسات العفو والمصالحة والمصارحة تساعد في الأمر ربما، لهذا يتذكر الأوروبيون كل عام ما حدث في الحربين العالميتين الأخيرتين في القرن الماضي. فالعنف الجماعي أخطر بكثير من العنف الفردي، خاصة إذا كان مبنيا على أفكار وأيديولوجيات مدمرة. لا نبالغ إذا قلنا إن مذابح البوسنة والهرسك قبل نحو 3 عقود لم تنتهي بتفكك يوغسلافيا ومحاكمة القيادات، فالنار تحت الرماد والغل يملأ صدور كثيرة. واتفاق دايتون
كان اتفاقا اضطراريا لكل الأطراف، أكثر منه فرصة اجتماعية للتعايش والمصالحة على غرار ما حدث في رواندا أو جنوب إفريقيا أو غيرها من الدول. وقد نشرت قناة دويتش فيلا الألمانية باللغة العربية قبل يومين تقريرا مثيرا للرعب، يشير إلى مدى إلهام مذابح البوسنة لليمينيين المتطرفين الغربيين. ليست مصادفة أن يكون برانتون تارت مسجد النور في نيوزيلندا وهو في طريقه للقيام بالمذبحة في آذار مارس الماضي يستمع لأغاني ألفها الجنود الصرب وهم يقومون بالمذابح ضد المسلمين في البوسنة والهرسك. من هذه الأغاني أغنية تمجد الزعيم الصربي السابق رادوفان كاراديتش، وهو الرجل الذي أدين قضائيا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجاه مسلمي البوسنة. من ناحية أخرى، نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية مقالا أكثر رعبا يفيد أن أغلبية التطرف اليميني الغربي الحالي بدأ بصراعات في البلقان في التسعينيات، خاصة حرب البوسنة والهرسك. يقول الكاتب هاني بشر في مقاله بموقع: المجتمعات والحكومات الغربية تعمل عن طريق الضغوط السياسية والإعلامية، وحرب البوسنة لم تجد من يتبناها ليحييها أوروبيا ولا حتى عربيا للاستفادة وتقييم الدروس والعبر، فلا تزال معظم دول أوروبا الغربية تتعامل مع هذه الحرب المروعة والمجازر التي وقعت هناك وكأنها قامت في قارة أخرى وليس في بلد أوروبي مجاور. يمضي الرئيس الأمريكي في حرب خاسرة للجميع، فالصين هي قاطرة النمو الاقتصادي العالمي، والصراع معها من هذا الطريق ستكون له مردودات سلبية خطيرة على الاقتصاد العالمي ككل. لكن معرفة أسباب المشكلة من وجهة النظر الأمريكية تلقي الضوء على الحالة الراهنة. فالدوافع الأمريكية تقوم على مسألتين أساسيتين اثنتين: الأولى أيديولوجية، أما العامل الآخر فهو العامل الاقتصادي القائم على انعدام التوازن في ميزان التجارة الذي يشكل خسارة كبرى للولايات المتحدة، وفق ما قال الكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربية. الصين اليوم تمثل أكبر تحد اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، فحتى عندما كان الاتحاد السوفيتي على خريطة العالم السياسية لم يشكل آنذاك تحديا اقتصاديا لأمريكا. كان الناتج القومي للاتحاد السوفيتي هو فقط 500 مليار دولار في كل جمهورياته مجتمعة، في حين كانت الولايات المتحدة لديها 5 تريليونات و600 مليار دولار كناتج قومي. إذن لم يكن هنالك أي مجال للمقارنة بينهما، في حين تقف الصين اليوم الدولة الثانية في الناتج القومي ومرشحة لأن تكون القوة الاقتصادية الأولى في العالم، كما لا يمكن التغاضي عن مشروع الحزام والطريق كأحد العوامل الساندة في خوض الحرب التجارية. فالولايات المتحدة تجد نفسها لا مصلحة لها إطلاقا فيه، وتقييمها له على أنه واجهة لخلفية تضمن استيلاء الصين على بحر الصين والجزر الصينية، كما تربط اقتصاديات الدول التي يمر بها الاقتصاد الصيني من خلال إغراقها بالديون الصينية، وكذلك تهديد الاتحاد الأوروبي من خلال جذب اليونان وإيطاليا إلى المشروع. لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عن الأهداف السياسية التي تقف أيضاً وراء هذه الحرب، فقد تعمد ترامب إعلان الحرب التجارية ضد الصين بهدف تحريك ملف كوريا الشمالية، في حين فهمت الصين اللعبة وباتت أيضاً تتلاعب بهذا الملف ضده. لذلك نرى كلما يحصل تصعيد اقتصادي تتحرك كوريا الشمالية لإطلاق تجارب الصواريخ البالستية يوماً بعد يوم. يجب أن لا يغيب عن البال أن هنالك مخاوف أمنية بسبب اختلاف النظام السياسي في كل من الصين والولايات المتحدة، فالصين تحكمها نظرية الحزب الواحد، وهي ترغم الترويج لأسلوبها في التنمية والإصلاحات الاقتصادية في ظل هذا النظام السياسي، في حين تحاول الولايات المتحدة الترويج لنظامها الديمقراطي وقيمها الليبرالية حسب ما يدعون. الحرة نشرت عن موجة إعدام الأحوازيين بدون محاكمة في إيران. كتب رحيم حميد مقالا مطولا في موقع الحرة الأمريكية،
نستمع إلى جزء منه. يتم استهداف المشاركين في الترويج للثقافة الأحوازية بشكل خاص، وأكدت أسر الضحايا هذا التفاوت، ففي حالة عباس أميري وابن عمه أبلغت عائلتهما مجموعات الدفاع عن حقوق الأحوازيين أنه على الرغم من تعيينهم محامياً في مسعى لإقامة دعوى قضائية ضد عنصر الأمن المسؤول عن مقتل عباس، إلا أن النظام القانوني الإيراني يبرر دائماً أفعال أي جماعة مرتبطة بحرس الثورة الإسلامية. تجدر الملاحظة أن عمليات القتل بحد ذاتها هي نتيجة نظام ابتزاز أوسع نطاقاً يستهدف العرب الأحوازيين في إيران، وكان الناشطون في مجال حقوق الإنسان في الأحواز قد وثقوا استخدام حرس الثورة الإسلامية بشكل روتيني نقاط التفتيش كأدوات لابتزاز المال من المواطنين، خاصة الأحوازيين الذين يعرفون أصلاً على أنهم عرب وليسوا من العرق الفارسي، ويتم توقيف السائقين واتهامهم بجرائم ملفقة، ومن ثم إرغامهم على دفع رشاوى لتجنب إلقاء القبض عليهم، ومن يرفض دفع هذه الرشاوى أو من يتجاوز نقاط التفتيش ببساطة قد يتعرض لإطلاق النار. فضلا عن ذلك يواجه الذين ينجون من هذه الاعتداءات ويتم توقيفهم لاحقا مصيرا مأساويا مماثلا. يقول الكاتب: صحيح أن الإعدامات بدون محاكمة ليست ممارسة جديدة إطلاقا، لكن الوضع يزداد سوءا، حيث يضيف الكاتب: الوقت مناسب كي يتخذ العالم الحر خطوات ملموسة لإرغام النظام الإيراني على وقف نمط انتهاكاته. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.